بكرة بتشوف. طول بالك، الله كبير. يا رب يا رب. ممكن تسكر الباب؟ أول ما تصحى ميرنا رح ناخد إفادتها. ما في داعي، الموضوع لا تفتحه مع ميرنا. بس منشان تشتكوا عليه. نحن ما رح نشتكي، بدي يتسكر كل هالموضوع، وما بدي تنشر الشرطة حوالينا. خليل، أصحك تحاول تتصرف لحالك من دوني. لا، طمان، لأقضى عليه من واجبكن. خليل، أنا هون، ما رح أروح. الحمد لله لقيتها سالمة خليل. خليل. ها مرحبا. شايفك هون. المريضة صحيت، خلي جوزة يدخل لعندها. الحمد لله.